اسمحوا لي أن أتوجه بالتحية والتقدير لهذه الجامعة الأصيلة ولهذه المحبة وطيب الاستقبال الذي رأيناه اليوم، ونشهد لهذه الجامعة بقائها على العهد بإذن الله، تحمل اسما عزيزا في أرض الإسراء والمعراج، انتصارا للمعرفة والعلم والقدس، وانتصارا لكرامات أبنائنا وبناتنا. لذلك كل المحبة كل التقدير، أفخر بهذا الاستقبال المهيب، وأتوجه بالتحية لكل العاملين وكل الطالبات والطلبة الذين اجتمعوا اليوم على الحب والخير والوئام والمعرفة والانتصار لمسيرة العلم بإذن الله. شكرا.